عاوز اكمل المستشفى دي، انا عاوز اعمل الطريق ده، انا عندي مشكله صرف. وهو معذور لانه هو جاي اهل الدايره بتاعته بيطالبوه، انت رايح تقابل السيد الوزير اعمل كذا وكذا. صحيح. فانا يعني عاوز اساعده وانا امكانياتي محدوده ومواردي محدوده، فبقول له طب نعمل دي يا سياده النائب، طب نخلي دي السنه اللي بعدها. فانا ما اقدرش اجي اقول ايه طب انا مش هعمل الكلام ده، اقول له لا مفيش. احنا بنحاول بنجتهد يعني. وبعدين خد بالك وانا بعمل الكلام ده ما انا بخلق فرصه عمل برضه. يعني انا مثلا مشروع تبطين الترع ده زي ما سياده الرئيس قال بيخلق كم 100,000 فرصه عمل. لما اجي اعمل مثلا مشروع توصيل الغاز ما هو انا بحل لك مشكله انبوبه البوتاجاز وبخلق فرص عمل برضه، ناس بتشتغل. لما باجي اعمل شبكه طرق، لما ببني مباني، لما بعمل، ما انا عمال اخلق فرص عمل للناس عشان الناس محتاجه فرصه عمل تشغل فيها اولادها. فبرضه بص لها من الابعاد بتاعتها كلها. عندي قد ايه فرص العمل بصراحه اللي عندي النهارده في مشروعاتنا اللي سيادتك بتتكلم عليها؟ انا المشاريع اللي اتعملت ديت بدون مبالغه من 4-5 مليون فرصه عمل. لو المشاريع دي وقفت هتعمل ايه في ال 4-5 مليون دول؟ هتشغلهم منين؟ هتوفر لهم لقمه عيش حلال منين؟ ال 4-5 مليون اللي شغالين في المشاريع دي، يعني لو انت مش مستفيد من المشاريع دي بحاجه ومزعلاك، فكر في ال 4-5 مليون اللي بيشتغلوا في المشاريع. دخلهم قد ايه تقريبا؟ تقريبا يا فندم انت 4-5 مليون دول لو انت دخل جيوبهم قد ايه؟ لو انت بتتكلم متوسط 4000 جنيه في الشهر، 4000 جنيه في الشهر. لو انا بتكلم في 5 مليون فرصه عمل، اضرب كده 4 في 5 يبقى بكام؟ ده ايه في الشهر؟ بتكلم في كام؟ انت عندك 5 مليون في 4000 جنيه في بتاع ده يعمل لك كام؟ 2 مليار في 12 شهر ب 24 مليار مرتبات للناس دي. فانت بتتكلم في، يعني لازم تاخد في اعتبارك انك انت يعني ده 240 مليار، دول 5 مليون، ده 240 مليار، 240 مليار مرتبات لمتوسط 4000 في 5 مليون فرصة عمل، 240 مليار. طب 240 مليار ايوه فندم سنوية. سنوية لو انت قلت لي ايه ما تمولش وما تصرفش وما تقترضش، اقول لك طب يبقى اوقف المشاريع ديت، اوقف المشاريع ديت اللي بتاع. طب ولو وقفت المشاريع دي هتعمل ايه في ال 4-5 مليون بني ادم اللي هم شغالين في المشاريع دي؟ هياكلوا منين؟ دول بالنسبه لمصر يبقى تهديد للامن القومي. ليه؟ لان الراجل ده لو ما لقاش فرصه وعنده اسره وعنده اولاد وعنده التزامات وعنده فاتوره كهرباء وعنده فاتوره ميه وعنده ايجار وعنده بتاع، ده هيبقى زي المجنون. نعم. لا يا فندم انا ان شاء الله باذن الله انا مصر نخلي المشاريع شغاله وتخلق فرص عمل عشان الناس محتاجه فرصه تشتغل وتكسب قرش حلال ترجع بيه لاولادها رغم الهجوم اللي بيحصل على الحكومه وعلى حضرتك كمان. بص انا عاوز اقول لك على حاجه. دايما التاريخ بيحسب. انا دايما وانا صغير الله يرحمه المهندس حسب الله الكفراوي رحمه الله عليه، انا افتكر لحظه كان واقف قدام مجلس النواب، كان هو وزير الاسكان وكان بيتحدث عن مدينه العاشر من رمضان. فتم الهجوم عليه، انت رايح ترمي فلوس البلد في الصحراء، انت بتبدد اموال الدوله، انت تحاكم. طب النهارده العاشر من رمضان قلعه صناعيه. وفرت قد ايه فرص عمل، بتطلع قد ايه انتاج، استوعبت قد ايه كثافه سكانيه. لو كان المهندس حسب الله الكفراوي رحمه الله عليه كان سمع وما قال لك خلاص بقى بلاها العاشر من رمضان ما نعملهاش. ده بيهاجموني عشان انا بمول انشاء مدينه في وسط الصحراء. لا، التاريخ اللي هيحكم علينا. وهو يعني ان شاء الله باذن الله اما الكلام ده كله يجي في يوم من الايام التاريخ هيحكم علينا بما يرضي الله.